وقال لهم أعوذ بك يا الملائكة المعبد إلى يوم الحصار. وفي يوم الحصار يفصل الله بين الشدة والزوال، لأننا نقول الله لا يقترب إلينا ندرس ولا ندرس. يا بعض الأرض اسألني نفسك، هل لو كان المسيح ودخل الكنيسة وشاف مين اللي هيقعد قوة ومين اللي هيقعد إلى خارج الأسوار؟ هذا هو التقدير. ولذلك ملكوت الله سيطهر، بمعنى بيقولوا له في مرة